أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن في أسبوع جديد من بداية الفصل الدراسي الثاني. في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لابد أن أوضح لكم أننا سوف نبدأ بالوحدة الجديدة والتي هي بعنوان كوخ العمتوم الجذور الخضراء. سوف نركز في هذه الوحدة على فن الرواية التي تدور أحداثها حول المعاناة التي يعانيها العمتوم في القرن التاسع عشر، معاناة الأقلية التي تعاني من القمع والتسلط والتجبر والاستعباد مقارنة بالأكثرية البيضاء. في هذه الحصة الأولى سوف يتعرف الطالب إلى مفردات الوحدة الخاصة فيها، منها العنوان الجذور الخضراء، ثم جملة البحث والاستقصاء، إذ إنها يرتبط تشكل الهوية الشخصية الروائية بالواقع في سياق زمان ومكان أحداثها. هذا الذي يعكس لنا ويوضح مدى ارتباط الشخصية الروائية بالواقع، إن الروائي الكاتب يحاول أن يعكس الواقع المحيط به من خلال أعماله التي يكتبها ويعبر عنها وينقلها لنا. خلال هذه الحصة أيضاً عزيزي الطالب سوف نتعرف إلى السياق العالمي للوحدة بالإضافة إلى أساليب التعلم التي تطبق خلال هذه الحصة من تفكير ناقد وتواصل جماعي. هذا بالإضافة أحبتي إلى أننا في الحصة الثانية من هذا الأسبوع سوف نتحدث عن العمل أو سوف نقوم بعمل جماعي يلخص لنا الغلاف العام لرواية كوخ العمتوم. سوف يتعرف الطالب من خلال الرواية إلى عنوانها، اسم المؤلف، تاريخ الصدور، دار النشر، أين ولدت الكاتبة، رواية من أي أدب، هل هو من الأدب المترجم أم أنه من الأدب العربي الأصيل، قيمة هذه الرواية. سوف يبحث الطالب وزملاؤه حول عتبات زمان الرواية ويلخص نتائج هذا البحث. سوف يبحث كذلك حول كاتبة الرواية ملخصا نتائج البحث أيضا في كتيب اللغة والأدب. إذن خلال الحصة الثانية سوف يقوم الطالب بعملية البحث عن عتبة غلاف الرواية ومقدمتها، ثم سينتقل للبحث عن عتبة الزمان والمكان، بعد ذلك سوف ينتقل للبحث عن الكاتبة ويلخص أهمية هذه الكاتبة. بعد ذلك في الحصة الثالثة سوف نبدأ بطريقة تشويقية قراءة أحداث من هذه الرواية، لكن سيكون ذلك بعد تأمل مقطع مرئي قصير يلخص لنا بعض الأحداث، ثم سوف نبدأ باستخراج الأساليب والتعرف إليها قبل أن نبدأ بقراءة هذه الصفحة، منها نموذج السرد والأسلوب الإنشائي وما يدل على المكان والأساليب الخبرية ونموذج الحوار. بعد ذلك على كل طالب أن يكتب تعليقاً مناسباً على أساليب الكاتب واختياراته مما قرأ، وكيف تؤثر هذه الأساليب والاختيارات على الجمهور. ثم سوف يطلب في هذه الحصة كذلك من الطالب أن يختار كلمات ليس متوثقاً من معناها ليقوم بتفسير معناها مستعيناً بالمعجم. ثم سننتقل مباشرة لعملية تحليل أدبي لشخصية إليزا، وذلك ضمن عمل جماعي، وهي شخصية من الشخصيات الثانوية الواردة في الرواية. بكل تأكيد أحبتي سوف نقوم بتعلم أو بالتعرف إلى طريقة كتابة المقال التحليلي الكامل خلال عتبات رواية كوخ العمتوم. أتمنى لكم أسبوعاً موفقاً مليئاً بالحب والخير والعطاء. إلى اللقاء.